سعيدة شرف، مرحبا بك في المذيع. مرحبا بكم كذلك. اسمعوا رايك حول راي ديال باتمان. لا لا لا، انا ما كنتش غنتكلم في هذا الموضوع نهائيا، لانه الكلام اللي عندي قلته واكبر رد ولا احسن رد يمكن ديال المغاربه، لانه متاكده انه المغاربه كاملين حتى واحد ما كيبغي الحقره. و يعني اللي داروه المغاربه كناس ومغاربه الحرار على راسي، الا قبلوا فيا العيب فانا عايبه، ولا قبلوا فيا الخطا فانا مخطئه، ولا شافوني تحقرت فهما كيدافعوا عليا. اكثر من هذا الشيء ما نقدر نقول، وما نعيب حتى شي انسان. الناس كامله واي حاجه فيها غلط وفيها شائبه، الحمد لله احنا في بلد القانون، القانون فوق الجميع، فوق مني انا الاولى. فاكثر من هذا الشيء ما نقدرش نقول لك. شنو سيمو بالبشير؟ لا تعليق، لا تعليق. يهمنا كيهمنا تعليق؟ لا 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 تعليق، لا لا بالخصوص يعني لا تعليق، لانه تتوقف لغة الكلام هنا عندي بالخصوص. الأمور عند القانون، والقانون كيف قلت لك فوق الجميع، فالمساطر القانونية كاينة وأنا اتبعتها. وإن شاء الله يا ربي، أكيد إحنا في المغرب، والمغرب بغيت خاد حق كل إنسان، كل مواطن مغربي حر أكيد.